هاي، السوشيال ميديا صاروا من أساسيات حياتنا اليومية، والإحصاءات بتدل إنه فيسبوك بعده بالطليعة وبيتبعوا يوتيوب، تويتر، إنستغرام وغيرهم. 45% من الأشخاص يلي بيستخدموا الإنترنت بيحسوا بقلق وانزعاج لما ما يكونوا موصولين على الإيميل أو على فيسبوك. 189 مليون من مستخدمي الفيسبوك بيشتغلوا بس عبر الموبايل بفضل السمارت فونز. حوالي 74% من الكابلز بيعتبروا انه فيسبوك اثر على حياتهم بشكل ايجابي، بالوقت يلي 51% من المستخدمين بيعتبروا انه مواقع التواصل غيروا حياتهم بشكل سلبي. مين قال انه 82% من النساء بيعتقدوا انه مواقع التواصل الاجتماعي لها تاثير كبير على النظره للجمال؟ انا قال بشوفكم بكره.